وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الحميد فضيل وهو المحلل الاقتصادي. سيد عبد الحميد أهلا بك. هناك حديث وحتى من مؤسسات رسمية في الدولة منها هيئة الرقابة الإدارية والتشكيك حول قرار اعتماد الترتيبات المالية، والبعض يتحدث عن وجود شبهات لفساد. أين هي الشبهات؟ في أي من البنود التي ترى فيها الشبهات واضحة من خلال هذه الميزانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي محمد وتحياتي لمشاهدي قناة التناصح الفضائية. نظرة سريعة على بنود الميزانية العام أو الترتيبات المالية لعام 2018 وما يشوبه حقيقة من في عديد النقاط، منها تساؤلات كبيرة حقيقة. أستاذ محمد، إذا ما نظرنا إلى الميزانية بشكل عام وإلى تحديدا إلى سؤالك فيما يتعلق بشبهات الفساد في هذه الترتيبات، يعني دائما الفساد المالي والإداري في الميزانية العامة غالبا أستاذ محمد ما يكون مدخل بالنسبة لهذا الفساد هو عبارة عن الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي عندما نظرنا إلى هذه الميزانية نجد أنها 89% الإجمالي النفقات هي عبارة عن انفاق استهلاكي أو انفاق جاري، يعني عندك المرتبات شكلت 57% بالإضافة إلى النفقات التسويرية اللي هي شكلت 15.7%، أي 6,700,000,000. النفقات التسويرية أستاذ محمد هنا يعني بها يعني الانفاق على كافة القطاعات داخل الاقتصاد الوطني، قطاع الصحة، قطاع التعليم إلى غير ذلك من القطاعات الأخرى. هذه النفقات التسويرية حقيقة إذ لم تكن هناك جهات رقابية، يعني جهات رقابية قادرة على تتبع كل أوجه الأنفاق في هذه المؤسسات، حقيقة سوف يكون مجال الفساد المالي والإداري فيها كبير جدا. وهذا ما لاحظناه أستاذ محمد طيلة الثلاث سنوات الماضية وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وحتى بعض التقارير الرقابية الدولية الأخرى. طيب على ماذا؟ نعم، باب الدعم حقيقة يشوب العديد من الشبهات، يعني عندما نتحدث عن 6,500,000,000 يعني تقريبا 15% من إجمالي النفقات، وبالتالي وفق حتى تقارير أستاذ محمد تقريبا 40% من المحروقات وخاصة البنزين تهرب إلى الخارج، وبالتالي هناك أيضا شبهة فساد في هذا الموضوع. لا. أيضا أستاذ محمد في بعض المؤسسات مثل صندوق دعم الزواج إلى غير ذلك من المؤسسات التي حقيقة غائبة نهائيا عن المشهد الاقتصادي في ليبيا، نجد أنها خصصت لها بعض الأرقام، وبالتالي نستطيع القول وفق حتى سنوات ماضية أن هناك يعني سرقة أو نهب للمال العام، وهذا النهب ممنهج، يعني أحيانا تجد أن هناك مؤسسات أوجدت هذه المؤسسات من أجل السرقة الأكثر ولا أقل. نعم، على ماذا يؤشر أيضا تخصيص حوالي 57% من الميزانية لبند المرتبات وحده؟ والله أستاذ محمد يعني سؤال كبير جدا حقيقة ويحتاج إلى كثير من التفصيل. يعني عندما نتحدث على 24,500,000,000 هذه عبارة عن مرتبات في الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، بينما أستاذ محمد نتحدث على 20% أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي يتأتى من خلال 57%، يعني أنت تنفق في 24 مليار أو 25 مليار مرتبات، يعني قيمة الإنتاج في نفس السنة لا يتعدى ربما 5 مليار أو 4 مليار، يعني أنت عبارة عن تنفق في أموال هباء منثورة دون أي مردود للاقتصاد الوطني. ولهذا ذكرت في بداية مداخلتي أن جل هذا الانفاق تقريبا يعني 89% هو انفاق استهلاكي، يعني ليس عيبا أن يكون هناك عجز في الميزانية العامة، ولكن عندما نلاحظ التفاصيل هذه الانفاقات نجدها كل انفاقات تسويرية، يعني لا تضر دخلا اضافيا بالنسبة للاقتصاد الوطني. عديد من الدول المتقدمة تعاني من عجز في الميزانية العامة، ولكن هذا العجز عندما نتفحص هذه الارقام نجدها كلها متوجهة نحو الانفاق الاستثماري الذي يولد دخلا، الذي يوفر فرص عمل لعديد من العاطلين عن العمل. ولكن ما نشاهده الان حقيقة هي الارقام عبارة عن أنفاق، وهذه الأنفاق أستاذ محمد هي نقطة أخرى أيضا. نعم. هذه الأنفاق يعني تقريبا ما يقارب 42 مليار و500 مليون، يعني نجد 89% منها هي عبارة عن أنفاق استهلاكي، أي تقريبا 37 مليار أنفاق استهلاكي. هذه الأنفاق
الاستهلاكي سوف يضغط او يشكل ضغطا اضافيا على الطالب على النقد الاجنبي، يعني الانفاق الاستهلاكي اللي سوف يصل للمؤسسات والمواطنين اكيد راح ياخذوا به سلع وخدمات من السوق الليبي. السوق الليبي من اين سياتي بهذه السلع والخدمات؟ من الخارج، نحن لا ننتج شيئا. السلع والخدمات التي يؤتى من الخارج تحتاج الى نقد اجنبي، وبالتالي انت تحتاج دولارات ما يقارب 26 مليار دولار باش تغطي الطلب واحتياجات المواطنين بالإضافة للمؤسسات الحكومية، وبالتالي يعني في بعض الأمور تحتاج إلى دراسة. واضح جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الحميد فضيل المحلل الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف.